ويلكم باك من جديد في القناة، حيث نقوم اليوم بشرح طريقة الحصول على أسلحة سومير، وكذلك عن طريقة فتح قرية الأرانار وشجرة الأحلام الموجودة هناك. وحتى نقوم بذلك سيتوجب أولا الحصول على كويست لقاء في الغابة، والذي يعتبر الجزء الأول لسلسلة مهمات الأرانار. وهذا الكويست يمكن الحصول عليه بسهولة أثناء التوجه إلى مدينة سوميرو، حيث سيظهر بشكل تلقائي على الخريطة. فقط سيتوجب مساعدة الـNPC رنا واتباع المؤشر حتى نهاية هذا الجزء، وعندها سيبدأ الجزء الثاني بشكل تلقائي، والذي سيقودنا إلى قرية الأرانار باتباع المؤشر فقط. لكن عند وصولنا إلى القرية سنصطدم بلغز شجرة الديندرو، حيث أنه بتفعيلها عن طريق العزف على القيثارة سيبدأ اختبار في الوقت، والذي سيجبرنا على جمع بذور الديندرو خلال وقت محدد، وهذا ما سنقوم به الآن. غير ذلك أثناء جمع البذور لا يسمح بالهجوم على الأعداء، وإلا سيفشل الاختبار. بعد الاختبار سنتعرف على أحد الأرانار، وسيتوجب إتمام بعض طلباته حتى ينتهي الجزء الثاني من هذه السلسلة. ومن أجل الحصول على أسلحة سومير وفتح شجرة الأحلام، من الضروري إنهاء الجزئين الأول والثاني من سلسلة مهمات الأرانار، وذلك للحصول على كتاب الأرانار وعلى الصفحة الأولى من قصة الأرانار. المهم نتأكد في البداية أننا في عالم الأحلام وليس في العالم العادي، لأنه في العالم العادي لا يمكن العثور على الأرانار. فقط نقوم بالعزف على القيثارة لتبديل العوالم عند هذا النبات. نتجه إلى تيليبورت الأركون. الآن نحو الكهف، حيث نجد شجرة الأحلام والـNPC المسؤول عن الأسلحة. نتحدث مع هذا الـNPC فهو المسؤول عن الأسلحة. ولشراء مخططات الأسلحة سيتوجب في البداية الحصول على بقية صفحات قصة الأرانار واستبدالها بالمخططات. وعند الذهاب إلى الحداد سنجد المخطط لديه، وبتوفر المواد اللازمة لصنع السلاح سنتمكن من صنعه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى بإذن الله.